نكمل جولتنا الصحفية إلى جريدة الأهرام ودرية شرف الدين تقرر إيقاف إعلانات الحج والعمرة على شبكة القرآن الكريم. قال عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة العامة المصرية أنه تقرر وقف إذاعة إعلانات الحج والعمرة على شبكة إذاعة القرآن الكريم اعتبارا من اليوم وتحويلها إلى شبكة البرنامج العام والشبكات الأخرى. وأضاف رشاد أن كثيرا من شركات السياحة كانت قد طلبت إذاعة إعلاناتها الخاصة بالحج والعمرة والسياحة الدينية على شبكة القرآن الكريم للاستفادة من نسب الاستماع العالية للإذاعة، ولكن ذلك أثار كثيرا من ردود الأفعال السلبية، مما جعل الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام تتخذ قرارا بإيقاف الإعلانات على شبكة القرآن الكريم.